شفت بعض فيديو. This was some sort of imagination, dreams. أو اتكلمت عليها 60 سنة لورا. مش 60 سنة كمان 30 سنة بس. أو 20 كمان سنة. ده حاجة أحلام. This man made it possible. إن إحنا النهاردة كل واحد فينا بيعمل كل tremendous amount of functions اللي بتعملها بس just the smartphone ده. He said, stay hungry and stay foolish. يعني إيه بقى؟ عارفين الطفل الصغير؟ الطفل الصغير اللي عنده 3 4 سنين ده السن اللي هو بيبقى فيه شقي ده وهو ماشي جنب الكشك كده وهو ماشي مع مامته اول ما يشوف عسليه او شوكولاته او مصاصه بتاعته هو بيعمل ايه؟ مش بيتردد في ان هو يبدا يشتم اوه عايز ايه مش بيتردد خالص اللي بيحصل ان احنا بنبدا نقصه على الطفل ده واول ما يخش المدرسه ما ينفعش تعمل فبيبدا ينسى تدريجيا الحاجات اللي هو عايزها ويبدا يتبنى حاجات المجتمع عايزها ويفكر ان هو اللي عايزها. كان ذا بيزك واي انك انت تو ستي هو يو ار انك تو ريتيرن باك تو ذيس ايمج ستي هانجري اند ستي فولش. معنى ايه فولش؟ فولش ان يور ديترمينيشن تو اتشيفينج وات يو وانت. انت خلاص عايز تعمل حاجه معينه دونت ليسن تو اني ون هيقول لك لا خلاص مش لازم تعملها مش مهمه خلاص عملتها مره ما تعملهاش الثانيه. الحاصل ان انا بعد ما خلصت ويك هورس كنت عايز افكر what is the next step. هل انا خلاص كده satisfied by the amount of knowledge and experience اللي انا حصلت عليها؟ The question is no. I'm not satisfied. انا لسه hungry. انا لسه passionate ان انا اخد اكتر knowledge واكتر experience this promising field. الحاصل ان انا ويك هورس ده الرانكينج بتاعها رقم 50 على مستوى الميديكال ريسيرش. انا كنت اقول اوكي وصفه ان احنا نطلع لحاجه مثلا في ال 40s تاخدها او لو انا مثلا اخد بيج جامب اطلع لحاجه في يعني في الثلاثينات يعني. فانا بدات افكر في اليونيفرسيتيز البوسبيلتيز بتاعت اليونيفرسيتي اللي انا ممكن اقدم لها وان انا اعمل فيها برضه نفس الحكايه انترنشيب او تريننج في نفس المجال. دي كانت اقصى طموحي في اللحظه دي. في اللحظه دي. اقصى طموحي. لكن اللي حصل ان انا لما بدات اتكلم الناس اللي حواليا وبدات اشوف على الانترنت لقيت internship program بيتعمل في هارفارد ستيم سيل انستيتيوت. هارفارد ستيم سيل انستيتيوت ذا بيجست كولابوريشن مش لاب واحد ده كذا لاب بيشتغلوا في موضوع الستيم سيلز فروم ديفرنت برسبكتيفز. وهارفارد يونيفرستي از نمبر 1 يونيفرستي على مستوى العالم. علشان بس اديكم صوره يعني ايه هارفارد يونيفرستي فور امريكا اند ذا وورلد هقول لكم هطلع لكم سنه لقدام واحكي لكم موقف حصل لي اول ما سافرت بوسطن اللي هي هارفارد. انا كنت المفروض اعمل ريجستريشن في الهارفارد انترناشونال اوفيس فهي موجوده في حاجه اسمها هارفارد سكوير. فانا لما بروح بسال واحد من الناس اللي ماشيين بقول له وير از ذا هارفارد سكوير؟ يقول لي وات؟ وير از ذا هارفارد سكوير؟ يقول لي وي دونت كول ات ذا هارفارد سكوير. بقول له واي؟ يقول لي دي ويل بي بيفور جاد؟ It's that known, it's that appreciated, it's a landmark for the renaissance of America and the world. بتتكلم عن كل المودرن تكنولوجيز اللي احنا بنستخدم فيها النهارده مثلا الترانزستورز اللابز اللي عملت السبيس شاتلز دي كلها كل ده من هارفارد والام اي تي. فذيس از هارفارد. كل ما ساعتها افكر ان انا ممكن حتى جاست باي ذا مير ثينكينج ابلاي هارفارد it's a big challenge. لكن انا كنت مؤمن بالكوت اللي انا بقول لكم عليها دي اللي هي والت ديزني بيقولها shoot for the moon. Even if you fail, you will land somewhere amongst the star. انا هابلاي على هارفارد، هابريبير ماي سي في تو سيم كومبيتيتيف فور هارفارد. حتى لو ما اتقبلتش في هارفارد ساعتها ايه اللي هيحصل؟ Maybe I'll get accepted مثلا ستانفورد، ييل، أي جامعة تانية. فأنا اللي حصل إن أنا قلت إزاي ممكن أخلي السي في بتاعي كومبيتيتيف؟ وأنا بقول إن أنا آخد ريكومنديشن ليتر من أنتوني عطاطا نفسه. ده فيجر أوف ميديسن أند ريجنتيف ميديسن. Does that sound exciting لأي حد فيكم إن آخد ريكومنديشن ليتر one of the biggest well known physicians في السبيشاليتي اللي أنت بتتكلم فيه؟ زي مثلا كده بقول لكم مثلا أنت كارديو ثراسك سيرجن ريكومنديشن ليتر من ماجدي يعقوب او انت بتشتغل في الليزر فيزكس وخدت ريكومنديشن ليتر من احمد زويل. ساوندز فيري جريت صح؟ اي ديد ات فعلا كلمت انت احمد
could catch him. قلت له انا very excited and just I've been working with you for 3 months كذا 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 I need to take a recommendation letter from you. So he said okay, I'll look into it. I waited 2 weeks and it is fine. بعدين قال لي طيب قول لي انت عايز تبعت الريكومنديشن ليتر بتاعك لفين؟ قلت له انا عايز ابعته لهارفرد. قال لي واو ماشي. كتب لي ريكومنديشن ليتر جميل جدا وعظيم جدا وانا رجعت عملت السي في بتاعي المواد اللي قلت عليها كده جميل جدا وكويس جدا الرينجمنت كويس وجبت ريكومنديشن ليتر من الناس عندنا في عميد الكليه من هنا من بروفيسورز تانيين اشتغلت معاهم وبعدين I waited to get accepted into Harvard. قعدت 4 شهور مستني الرد. كل يوم بتبصر ان قاعد ما مش حاجه بنعمل ريفرش 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 صفحه الايميل ده اللي بيحصل. بعدها والله خدت ايميل جالي ايميل من هارفارد ستامسون انستيتيوت. اول ما جه الايميل بفتحه شغوف جدا نعرف النتيجه بس النتيجه كانت صعبه انا قادر اجيب اكسبتد. اظن ان انا عملت كل اللي بقول لكم عليه ده واخدت اكسبيرينس في الريسيرش من one of the biggest and leading centers in stem cells. Had a condition letter, was very passionate. مهم بكل الأفكار اللي جميلة اللي بقولكم عليها دي. والطموح والتفاعل. بس أنا لقيت أحسن. So this is when reality hits you. This is when life hits you. لو أنا أطلقكم وأقول لكم كل الكلام الوردي الحالي الجميل ده ما قلتلكمش حقيقة مرة إن no one ever هيكون عايز حاجة وعنده دريم وعنده فيجن بيشتغل عشانها وهيلاقي الحياه وردي وهيلاقي كل حاجه ماشيه سموث وبيس وسكسسفول وبيروح المكان اللي هو عايزه بالسهوله اللي هو عايزها. يو جيت هات بس اتس نوت اباوت هاو هارد يو هات اتس اباوت هاو هارد يو كان جيت هات اند كيب موفينج فورورد. وي اول فول باك اون لايف كلنا بنمر بلحظات فشل failure disappointment depression. The question is who gets back up. مين يقدر يقوم بسرعه؟ مين يقدر يتلقى هذه الضربه وبعدين يحولها لبوزيتيف اكسبيرينس؟ في ذيس اكزاكت مومنت انا ما اقدرش اوصف لكم كم الديسابوينتمنت ده كنت فيه ان كل احلامي وطموحي والبلانز بتاعتي اللي انا عاملها للصيف انتهت just by the mere thinking ان I didn't get accepted. And you don't have even the right to ask them why I'm not accepted. For the last day, I had 2 choices. Just 2 choices. The third hour, and I'm okay, this is my reality. And I start blaming myself, judging the society. I'm going to say, why would they accept me? If I'm going to get a little bit of a problem, I'm going to get a little واحدة مش من 500 جامعة الأوائل على مستوى العالم ومن ثيرد وورلد كونتري هيبانوني ليه؟ دول ناس دي هارفارد دي بيجي لها ناس من أكسفورد من كامبريدج من ستانفورد من هارفارد إتسلف. هو أنت بتتكلم عن بروجرام في الآخر بيتقابل فيه 40 واحد بس على مستوى العالم كله. لوجيكالي عمري ما كنت حابب أكسبت. I could take that decision وأبدأ أعمل بروتكتيف ميكانيزمز وأقول أنا هأكسبت الرياليتي أز إت إز وأبدأ أجادج إيفري ثينج وأبليم الكلية بتاعتي وأبليم إيفري بادي. كم كان أعمل كده؟ وأحب أنذر تشويس. أنذر تشويس أنذر تشويس اللي أنا عايز أقول لكم عليه هو فكرة إن أنا I'm not gonna accept my reality. I will still stay foolish. هم اللي told me إن أنا I'm not accepted حاجة أحاول تاني وتالت ورابع معاهم ومع غيرهم. اللي أنا عملته إن أنا بدأت أخش زي ما قلت لكم هارفارد ستام سيلز انستيتيوت ده a collaboration of different labs. بدأت أخش على كل lab كل ما أعمل نفسي أشتغل في الحاجة اللي أنا interested فيها وأبعتها differently separately different application different cover letter different letter أنا بكتبه. عارفين يا جماعة أنا قعدت قد إيه أبعت letters لهارفارد؟ يعني عدت 230 ايميل كل ايميل بديفرنت فورمات. كل ايميل تكتبه لازم يكون مناسب للحاجه اللي هم they feel interested in. They feel ان هم عايزين حد يكون interested في الحاجه اللي هم عايزين فيها اللي هم بيشتغلوا فيها. اكتر من 230 ايميل بقول لكل واحد فيهم ان انا interested وpassionate ونفسي اجي اعمل معاكم الحاجه اللي انا بحلم بيها.
تشتغل. فبتكسر الكلمات ضعيفة. I would like to come to work with you. It's not gonna work. I am interested to work with you. But they don't want you to be interested. Interest is not enough. هم عايزين يحسوا ان انت you are living the dream اللي هم بيشتغلوا عشانه زي ما تكون بتتنفس. انت you cannot accept any other scenario الا انك انت تحقق الحلم اللي انت عايش عشانه. لو في 1% chance للفيلير في الكونسيدريشن بتاعتك it's not gonna work. وهنا عايز اقول لكم على حاجه. معظم الناس بتعرف في غلط كومن قوي. When you start building up your dreams for your life, the visions, how you are going to spend the rest of your life, بنبدأ نconsider obstacles. يعني obstacles؟ لا أصلا عشان أسافر لازم يحصل حواجه العقبة واحد والعقبة اثنين والعقبة ثلاثة. أنا بقول لكم إن صدقوني يا جماعة, reality has enough obstacles. Much, much more than you can ever consider in your planning. احنا واحنا بنخطط مش بنكونسيدر الاوبستكلز دي خالص, لان انت وانت بتكونسيدر الاوبستكلز هتبني عمليه الحلم نفسها. انا ممكن اقول لكم النهارده انا حلمي ان انا اخد نوبل برايز وابقى one of the well known physicians who will change the world. بس خد بالك انا وانا بحلم الحلم ده انا عامل احتمال ان انا لازم النهارده من المدرج ده ابقى طالع بركب عربيتي تحصل حادثه لا قدر الله ومثلا يجي لي اعاقه. هل ده نوع من انواع التفكير الصحيح؟ So it's not basically logical ان انت تبدا تكونسيدر كل العواقب والصعوبات وتقول لا مش هتنفع سكر ورك عشان وعشان وعشان وعشان. خلاص احنا بنكبر مستوى حلمك ونكبره. Don't put limitations on yourself. انت لسه على يا اخي ادي نفسك الحق انك تحلم حتى على مستوى الحلم. يعني ليه تصغر حلمك على مستوى الحلم بس؟ يعني الواقع خلاص الواقع كفيل بنفسه. فاللي حصل ان انا I kept sending these emails till one night. بعت one of the emails بيشتغلوا البروفيسور بيشتغل في مجال الكيمياء برضه اللي انا قلت لكم انا كنت شغال فيه. وبعدين كلام كتير قوي وطولت اشكو ايام وغرام في ريجن تبقى زي ستيم سيلز. وبعدين he answered with just two words. انا كنت بقول ان انا عندي experience كذا كذا عندي recommendation reference letters من انجح. فقال لي he just قال لي كلمتين قال لي send me your letters. بس دي اقصى الطموح يعني اللي وصلت له. يعني انا من 230 سنه رد عليها 20 30 اوكي ال 20 30 دول كلهم لا يعني رد 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 واحد قال سنت مي يور ليترز. ده كان وقت امل فظيع بالنسبه لي. قلت له اوكي انا رحت سنت ماي ليترز وبعدين قاعد استنى كمان اسبوع. قال استنى انا دلوقتي مشغول في كونفرنس ومش عارف ايه عارف بيه الليترز بتاعتك. بعدين قعد اسبوعين وبعدين قال لي اوكي I'm impressed with your letters. I'm dead فرحان جدا مبسوط وفخور قوي ياه اخيرا لقيت حاجه. بعدين بيقول لي بس انا هتشاور مع الكوليجز بتاعتي في اللاب وهنشوف اذا كان ممكن اكومديت يو في السمر ولا لا. One week later قال لي انا تشاورت مع زمايلي وفعلا we can offer you a position to work as a research trainee. اللحظة دي فعلا أنا حسيت يعني بصيت ورايا كده وقلت لو أنا ما كنتش رفضت في أول مرة maybe I would never have learned the lesson of إن أنت you have to be foolish and persistent to achieve what you aspire for. لأن بدون ما تدرك دي وبدون ما تبقى willing إنك أنت to take as much as you can take مش هتقدر تحقق حاجة. على فكرة حتى المشكلة مش إن في ناس كتير ما عندهمش حلم كبير بس الفلتر اللي فعلا بيفلتر هل انت هتقدر تحقق اللي انت عايزه ولا لا هو قابليتك انك انت تتحمل مثل هذه الاشياء مثل هذه الفيليرز السيت باك الدروباكس الفيليرز انت يو دونت جادج يور سيلف ان يو جاست كيب بريزيستنج اون اتشيفينج ات امبروف فروم يور سيلف. يعني بيسكلي ذيس از ذا ورك تيم اللي انا كنت بشتغل معاه في هارفرد. ده اللاب اللي هو كونفرنس لاب. ده لينك جاي من هارفرد ويب سايت نفسه. لو دخلت على اللاب هتلاقي الكيمي لاب هتلاقي البومي لاب وده الورك تيم اللي كنت بشتغل معاه. الحاجه الثانيه هي اللي شفتها في بوستون ماساتشوستس هي فكره ان جو اوت اوف يور كومفورت زون. يعني ايه بقى جو اوت اوف يور كومفورت زون؟ بصوا في ناس بتبقى عايزه تعيش حياتها كلها في
دايره الناس اللي هي معلومه بالنسبه لها، بابا ماما اخواتي زمايلي كده. دي بقى دي الكومفورت زون بتاعتك اللي انت واخد عليها متعود عليها مش عايز تطلع بره. انا هحكي لكم قصه بسيطه قوي حصلت لي في اول يوم رحت فيه هارفرد، كان اول يوم في رمضان اللي فات، وبستلم الشغل بتاعي في اللاب والمنتور بتاعي بيقول لي من وقت الظهر كده، فبيقول لي اوكي عبد العزيز يس عبد العزيز وي ار جوينج هاف لانش، يعني هناخد الغدا بتاعنا، واي دونت يو جامب ان، كان في انفايت مي ان انا اروح معاهم للانش يعني. فاكر في اول يوم رمضان قلت له اي يعني ابريشيت يور انفيتيشن بس ام سوري بس انا ام فيستك. ليه؟ اوه يو ار مسلم. ليز ام مسلم. بيقول لي I don't know why you put the Jewish guy with the Arab guy. تعرفين هو قصده ايه؟ هو اسمه بنجامين فريدمان. هو يهودي. اوكي؟ فبيقول لي I don't know why you put the Jewish guy with the Arab guy. طبعا فكرت جدا يعني انت Jewish؟ طبعا انا مش عارف اعمل ايه؟ اول مره احط في السيتويشن ده. تعرفين يعني ايه منتور؟ منتور ده بتروح معاه من 8 الصبح ل 8 بالليل، اوكي لغايه 11 بالليل كل يوم قاعد معاه، مش حاجة معاه، بيحلمك كل حاجة. طبعا لو انت you don't like him, he doesn't like you, your life will be a nightmare. قلت له اوكي I have no problem with Jewish people. يبقى انا spent 3 years in Israel. يعني مش عايز اديها اي فرصة، يقول لي لا انا بعد انا قعدت 3 سنين في اسرائيل. يعني unless you have no يعني if you have يعني عندك مشاكل مع الحكومة الإسرائيلية تعملوا مع أعتقد إن أنا يكون بي فاين. yes yes you seem to be smart and go around it. أنا عايز أقول لكم إن أنا ساعتها كنت مرعوب جدا، وفي لحظة كنت بروح أتكلم والدتي تقول لي خلاص ارجع ارجع لا يعمل لك أي حاجة مش عارف. والله في نهاية الثلاث شهور إحنا أصحاب جدا لدرجة إن هو كان he was proposing for someone قد الله، وكان بيجيب يختار الانجيجمنت ترينج بتاعها. عرفت ان هو بقى له في اللاب ده 8 سنين ما اختارش حد في اللاب ان هو يطلع معايا يختار الانجيجمنت ترينج ده، اختارني انا ورحنا مع بعض. ساعتها انا وقفت بعد اختار الانجيجمنت ترينج ده، كان حاجه جميله جدا، وقفت وقلت لنفسي هل انا عبد العزيز اللي كنت في 3 شهور بس حاسس ان هي اتس كان بي ا نايت مير فور مي ولا لايف تشينجز؟ الدرس اللي انا عايز اتعلمه اللي انا عايز اقول لكم ان انا اتعلمته هو فكره هو ده بنجامين فريدمان المنتور بتاعي، هو فكره الكو اكزيستنس، فكره ان انت يكون يو ار ويلينج تو كو اكزيست. وعلى فكره فيري ايرونيكال الغريب جدا اللي كان بيحصل في الواقع المصري في الفتره بتاعت الصيف اللي فات دي، عارفين انتوا في رمضان والعيد كان اكزاكتلي ذا اوبوزيت في فكره التعايش. ان انا اي هاد تو ليف اول ماي داي مع واحد مختلف عني في الديانه، مختلف عني في الاراء، مش بس مختلف وي ار سام تايمز اوبوزيك، وفي نفس الوقت علينا ان احنا نتشيف سيرتن كايند اوف ميشن وبي سكسسفول ان ات. الحقيقه ان الدرس هي انك انت تفوكس على الحاجات الكومن وانك انت تخليها بروسبس. ساينس واز ا فيري بوتنت واي اوف برينج بوث اوف اس. كنا بنشتغل على مشروع معين، هو كان رائع جدا ان هو عايز يعلمني، هو واز ويلينج تو جيف مي ماتش مور ذان اني ون ايلس. تعالى انا عايز عشان اعلمك الحاجه الفلانيه، طب خلينا نعمل التكنيك الفلاني ده عشان انت ما شفتوش قبل كده، وانا كنت ويلينج ان انا اسمع منه. انا باي هنا كده خلصت الليكتشر بتاعتي، وعايز ارجع افكركم بالوعد اللي احنا اتفقنا عليه في البدايه، فكره ان انا مستني اكويستشن. بس اكويستشن. اوكي؟ اللي عارف في حد حضر هنا وعارف مش حضرتك يعني وصلت ايه من الاوريجينال الناس؟ انا وصلت ليه؟ انا فايق جدا ما وصلتش لاي حد. لا يعني بعد الفتره اللي قعدت عنها. بص اتس نوت اباوت، انا مش جاي النهارده اكلمك على الساينتفك اتشيفمنتس اللي انا وصلت فيها، لان النهارده انا وصلت للساينتفك اتشيفمنت بكره واحد هيجيبني عليها وتبقى اوت ديتد. اللي انا مهتم بيه ان انا اعلمكم ايفر لاستنج ليسنز، او اقول لكم ايفر لاستنج ليسنز ونتعلمها مع بعض علشان كل واحد فينا يحس ان